إذا متابعي ومتابعات قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا عبر هذا البث المباشر هنا من مدينة أسافي. وللأسف لخا واحد غير الدنيا، العياشي في العمر ديالو 66 سنة وحتى وصل لهذا العمر الكبير في السن، والقراصو يصارع في رضاهات المحاكم، يصارع من أجل أنه يأخذ الحق ديال واحد وليدات خوه الله يرحمه يتامى، وقف معهم حتى كيلقى راسو في فوهة بركان من الصراع مع مجموعة من الإخوة الآخرين. شنقول لكم أنا الخوت لهلا يوصل شي خوت ولهلا يوصل شي أسرة للمحكمة. سي العياشي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حاول تهضر معنا بجهد سي العياشي باش نسمعوك. شرفنا براسك سي العياشي. سميتي شادي العياشي. كنسكن في مدينة أسافي وعندي مشروع في خطة سكن. قرب عندك الميكرو سي العياشي. كان عندي مشروع في خطة سكن. هاد الناس اللي مشيت واحد العقار ملي جيتو دار لي تعرض، خرج القاضي دار واحد المعاينه ديالي، دار معنا 10 ما جات حتى 12 ونص، وكاينين معايا الناس في الطوموبيل اللي غيادوا الشهاده ديال القاضي. لا عاود لينا المشكل بعدا من البديه ديالو فاش توفى هذاك الاخ ديالك الله يرحمه والله. هذاك خوكم كبير هذاك؟ هذا خويا هو الكبير من مويا ماسك سيده، جراو لي على ولادو ملي جراو لي وشوغا كريم، عاود كون ديك الدراري شي في محضر في المطار وواحد دير لي بنت هذاك المرحوم خاضها ولدي. انا كنطلب من خوتي باش يعطيو لولاد خوهم السر ديالهم. وهاد خوكم كان واقف معكم الله يرحمه؟ كان واقف مع كل شيء. هو اللي قرر خوتي دكاتره في الميريكان، هو اللي صرف عليهم. واني هاد الناس جروا لي على ولادهم ما بغاوش يعطيهم الحقوق ديالهم، ودابا المحكمه حاكمه لهذوك الدراري باش يشدوا الحقوق، وجالس للمحكمه السنه باش يباعوا الاعراض. مع ان انا شريت واحد الارض، انا ماشي وارث معاهم، شريت واحد الارض ملي شريتها نظروا لي فيها تعرض، قالوا لي عندك الطريق هنا في هذه الارض باش ندوزوا لطريق اخرى. خرجت المحكمه باش يشوفوا تعرض، جابوا واحد السيد كيشهد زور الخو ديول، واحد كيشهد استمرار لان ما كايناش طريق، وواحد كيشهد كيقول لك كاين الطريق. ومشاو داروا لي شهاده طبيه بين انا ضاربو، قعدت 6 ايام من ورا القاضي، قعدت 6 ايام ورا القاضي عيطوا لي البوليس جريبه قال لي ضارب هذا السيد، لازم ما ضاربوش. دار شهاده طبيه في 20 يوم، هنا في محمد الخامس اللي جا كيديروا لي شهاده طبيه. واخا ما ندخلوش في التفاصيل. لا لا لا، راه يا سيدي ملي جي عيطوا لي البوليس يا سيدي راني ما ضاربش يا سيدي، واش عندك شي شهود؟ قال لي ما عنديش، دخلوا لي في الحبس. قعد 6 شهور جابوا واحد الشاهد شراوه، جابوه كيشهد فيا انا بلا ضرب هذا السيد، وانا عندي الناس معايا حاضرين معايا. اش كيقولوا؟ كيقول بلي راه ضربو وانا جبت ليه ميه كي تعقبو بميه. واش اللي مضروب كيشهد عبد القاضي؟ خاصو ملي ضربتو انا عبد القاضي خصو يدخل عبد القاضي يقول يا سيدي راني هاد السيد مضروب ويدير لي محضر، راه كاين القاضي راه محكانه هادي. وملي اضطريت جا واحد السيد شهد ليا بلي هذاك السيد شاد الفلوس باش شهد فيا انا، درت شي كاين وكيل جلالة الملك فعلا الله ينصر السلطه، وقفت معايا عطاتني الحقوق ديالي، تقدمنا ثلاثه خطرات على الوكيل. دابا راه حنا في الجلسه دار لهم كل واحد المتابعه ديالو. كنطلب من الله ومنكم الحكومه باش توقف معايا على هاد الناس اللي كيشهدوا زور. صعيب هاد الظلم ديال الزور ابا العياشي. ايوا عبد الله هو هذا، هادشي اللي كنقولوا. كنطلب من السلطه ومن حتى التليفون ابا العياشي. كنطلب من السلطه باش توقف معايا هاد الناس. انا عندي عمري 66 عام، عمر الواو ما عندي، توليت انا محكوم بالثلثي، نادى نتحكم بالثلثي انا. جابوا واحد صنعوه لا علاقه ولا جمال كيشد فيا انا بلا ضربه، وهو شاد وهو خوه عطانا قود، هو خوه شاد استمرار كيقول ما كاينش طريق، وهذا كيقول انا شاهد الطريق. انا كنطلب من السلطه باش تحقق لي مع هاد الخدجول، هاد الخدجول كاع. ونطلب الله منكم الله ينصر سيدنا والله ينصر الحكومه والله يعاونكم على الحق، وهادشي اللي كاين. انت دابا تجرجرتي على ودي الكلمه ديال الحق، انك وقفتي مع ولاد خوك اللي توفى يتامى. انا وريد انا عاوقفت لله بسبيل الله، ولاد خويا راه كاينين، هم كاينين ها هما كاينين، انا مساكن مشتتين راني كنجمع فيهم، الى غبوهم راه حنا كاينين. واش واحد كيتصرف ديال المحاجير كيتصرف في الديور، ساكن في الديور، ساكن في الاراضي كيحرثهم كيدي استغلال ديالهم مده 14 عام هذا ملي مات المرحوم، وهما كيستغلوا ولا حق يعطوا لهذيك الدراري واخا 10 ريال. ويتامى وحاكمني من المحكمه، ودابا ملي كنحاكموا الحكم كنجيبوا المول التنفيذ، مول التنفيذ ما كيجيبش بالغولي،
ما كيبغوش يتبلغوا بالسيد عشا هو بريتو هو عنده كل شيء الاحكام وماش يتبلغوا كيديروا الكاميرا ملي كيشوفوا العون كيسدوا ها ما حتى الاحكام كاينه وما كاينش ما فينا هما هما ما باش يتبلغوا طول عطى الله هذا كنطلبوا من السلطه المحليه ديال اسي مدينه الاسافي لا وكيل عام ولا وكيل الملك يوقفوا مع هاد الناس ويوقفوا معايا حتى انا دابا كنتعرض للزور علاش ينوا هذوك المحاريق من جدي من الحوض نتعاون معاهم هادشي اللي كاين ودابا كنطلب من المحكمه تعدل في هذا الميل ديالي اللي غيدوز نهار 21 هادشي اللي كنطلب جزاه الله بالاحسان وجزاكم الله تتبوا بالخير باش توصلوا هاد البركه توصلوا الناس مسؤولين وهادشي اللي كاين